السلام عليكم أخواتي، أنا أعتذر بسبب ما أعرف وش المشكلة اللي واجهتها في الموقع. لي تقريبا من بداية المحاضرة أحاول أفتح الكلاس ولكن يرفض معي تماما، مع أنه مو أول مرة يعني أفتح كلاسات أو أدرس. لذلك أنا حضطر إني أعوض المحاضرة من الساعة 9:15 إلى الساعة 10:15 بإذن الله. فممكن تطلعون الجميع، يطلع من هذه القاعة أو من هذا الكلاس الوهمي، وبعد كذا ندخل بعد شوي باللقاء اللي بعده، لأني ما أعرف وش المشكلة اللي حصلت لي. رافض تماما كان لي تقريبا أكثر من 40 دقيقة أحاول أفتح نفس القاعة لكن رافض معي. فأتمنى من الجميع أنه يطلع من القاعة هذه، نلتقي إن شاء الله بعد ربع ساعة في لقاء آخر. وما حطول عليكم، وبإذن الله حيكون الشرح سهل ومفهوم. نعم، الجميع يطلع، الله يجزاكم خير. نعم نعم موجود محاضرة أخرى بعنوان المحاضرة الثانية أو تعويض المحاضرة الثانية، لأني اضطريت أنشأ اللقاء عشان ما يروح عليكم اليوم تماما. معلش أعتذر، أنا عارفة أن البعض صعب عليه، لكن أنا أيضا بالنسبة لي يعني ما بيدي شيء. عرفت تماما يفتح معي الموقع، مع أن الإنترنت عندي ممتاز والبرامج محملتها تماما، لكن ما أعرف وش القضية وما أبغى يفوت عليكم حاجة. فحنضطر نلتقي إن شاء الله بعد ربع ساعة، ابتداء من الساعة 9:15 تقريبا لين الساعة 10:00. إن شاء الله خير. لا، حتضطرون يا بنات تطلعون وتدخلون القاعة الثانية، اللي هي القاعة الثانية اللي هي بعنوان تعويض المحاضرة الثانية. يبدو أن المشكلة مع الجميع، لأن أغلبكم قاعد يكتب لي أنه يلا مسك معاه الآن. ما أدري هل المشكلة في النت عندنا ولا المشكلة في نفس الموقع، لكن هذه أول مرة صراحة تواجهني للأمانة. يعني أنا درست كذا مرة عن بعد وما واجهتني هالمشكلة، لكن عموما نقول إن شاء الله خير، وأتمنى أن الجميع يطلع من القاعة الآن ونلتقي إن شاء الله في القاعة الثانية. السلام عليكم، واضح الصوت يا بنات؟ طيب ممتاز. في البداية أعتذر طبعا عن الخلل التكنولوجي اللي حصل بالمحاضرة، المفترض أنها تكون قبل هذه. أنا ما أعرف وش المشكلة حقيقة، لكن إن شاء الله خير. ونبدأ محاضرتنا اليوم اللي هو الجزء الثاني من ملزمة الاقتصاد.
قبل ما ندخل على الجزء الثاني، أنا أبغى أراجع معكم بمفهوم أنا ذكرته سابقاً اللي هو يقصد به تكلفة الفرصة البديلة. تكلفة الفرصة البديلة ذكرناها وعرفناها بشكل أكثر شمولية ووضوح بأنها هي الفرصة التي يتم التضحية بها بسبب اختيار معين دون اختيار آخر، فهذا هو المقصود بتكلفة الفرصة البديلة. وعندكم في الملزمة لو تلاحظون في صفحة 11 موجود منحنى موضح لك التوليفات في حال اخترنا سلعة بدلا من سلعة أخرى. فمثلا عندنا في التوليفة A ذكر لك بأن عدد السلع الزراعية 10 بينما السلع الصناعية 0. كلما حاولنا نخفف من السلع الزراعية لكي نكون سلعة صناعية يبدأ هنا عندنا ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة، بمعنى أني أحاول أخذ شيء بدلا من شيء، فتكلفة خسارتي للشيء الآخر هي ما تسمى بتكلفة الفرصة البديلة. إذا أنا حابة أزرع أو أسوي سلعة صناعية من الطبيعي أني أخسر جزء من الزراعة وهكذا، وإذا أنا أبغى زراعة أكثر معناها حخسر جزء من الصناعة. فمعنى ذلك التكاليف اللي حاصلة عندنا، إحنا لو نحاول قدر الإمكان ننزل الأرقام في المنحنى اللي موجود أمامكم في صفحة رقم 11 هيتكون لدينا منحنى يوصف بأنه محدد. محدد معناها أنها كل ما زدنا صناعة السلع الصناعية كل ما كان عندنا خسارة أكثر للسلع الزراعية. طبعا هذا المنحنى تشوفونه وتعرفونه شكلا وتعرفون ما المقصود به. نجي في هذا المنحنى ونشوف عندنا نقطة جي. النقطة جي هي داخل للمنحنى، معنى ذلك أنا لم أقوم بعملية الاستهلاك أو استغلال الكامل للموارد المتوفرة لدي، بينما النقطة F تتحدث بأن أنا قاعدة أحاول أجهد نفس الموارد اللي موجودة عندي عشان أحقق هدف بعيد، بمعنى الموارد المتوفرة لا تستوفي حقها. بينما النقاط B, C و D و E هي نقاط جيدة ونحاول قدر الإمكان نستغل الموارد المتوفرة لدينا. طبعا هذه من ناحية تكلفة الفرصة البديلة، ممكن أقول لك أني شرحتها سابقا لكم لكن هي الآن موجودة بشكل أكثر وضوحا إن شاء الله. طيب نبدأ الآن في الجزء الثاني منها. طيب لما نبدأ بالجزء الثاني منها يا بنات حندخل على الاقتصاديات، تعريف الاقتصاد الجزئي وتعريف الاقتصاد الكلي. لما نجي تكلمنا عن الاقتصاد المحاضرة الماضية ذكرنا أنه أحد العلوم الاجتماعية وهي التي تقوم بعملية دراسة سلوك المستهلكين، صح؟ تمام. لكن لما أجي أتكلم أنا بشكل أكثر دقة بهو ما المقصود بالاقتصاد الجزئي وما المقصود بالاقتصاد الكلي. الاقتصاد الجزئي هو يركز على وحدة واحدة أو يركز يقوم بالتركيز على منتج معين أو سلعة معينة، بينما الاقتصاد الكلي نقوم بعملية دراسة بناء على نطاق أوسع، يعني نطاق دولة، نطاق أقليم وغيرها من الأمور. عرفنا لنا هنا تعريف السوق، والسوق يا بنات هو عبارة عن المكان الذي تلتقي فيه البيع والشراء، ومو شرط أساسي أن السوق يكون شيء موجود على أرض الواقع. الآن في السوشيال ميديا والتكنولوجي لو تلاحظون قاعدة تصير عندنا أسواق وهمية، بمعنى أسواق عبر الإنستغرام، عبر الفيسبوك، عبر الإنترنت، فلذلك عندنا أسواق أخرى، فالسوق لا يشترط وجود مكان واقع وحي. الأسواق لها مجموعة أشكال، فهنالك أسواق المنافسة التامة، لها مزايا سوق المنافسة التامة. أول ميزة لها كثرة عدد البائعين والمشترين،
ثاني ميزة، طبعا ميزة كثرة عدد البائعين والمشترين، تعتبر المنشأة عن المنتج في حالة سوق المنافسة متلقيا للسعر السائد في السوق وليس صانعا له. بمعنى، أنا هشرح لكم هالكلام، معناها أن عدد البائعين والمشترين الموجودين في السوق لم تجعل هناك احتكار في منتجات معينة، فلذلك الأسعار تعتبر شيء تلقائي وليس سائد. عفوا، السعر مو هو السائد في السوق، ليس المتحكم الأساسي بها. النقطة الثانية أو الميزة الثانية، تجانس السلع تجانسا تاما، بمعنى تشابه السلع. السلعة بإمكاني أن أحل سلعة محل سلعة أخرى، بمعنى أنا ممكن أشرب لبن بدلا من أني آكل زبادي، أو ممكن أخذ زبادي بدلا من أني أشرب لبن. كلها تعطيني منتجات متشابهة ونفس الفائدة ونفس الاحتياج. الميزة الثالثة، حرية الدخول والخروج من السوق. لا يوجد قيود وحواجز إدارية أو قانونية في هذا النوع من الأسواق. وأخيرا، العلم التام بأحوال السوق، فجميع البائعين والمشترين لهم بيانات كاملة ومتوفرة لديهم. إذا مرة أخرى، سوق المنافسة التامة بماذا يمتاز؟ يمتاز سوق المنافسة التامة بكثرة عدد البائعين والمشترين، تجانس السلعة تجانسا تاما، حرية الدخول والخروج من السوق، والعلم التام بأحوال السوق. طيب، المنحنيات يا بنات موجودة عندكم في الكتاب في المنظمة. طيب، نجي نشرح الجزء الثاني اللي هو سوق الاحتكار. سوق الاحتكار هو الصانع للسوق، الصانع عفوا للسعر. المحتكر هو المنتج، هو المنتج الذي يقوم، عفوا، المحتكر هو المنتج الذي يقوم باستحواذ السيطرة، هو الذي يصنع السعر، بخلاف سوق المنافسة. قبل شوي لما تكلمت عن سوق المنافسة لكم، ذكرت بأنها كثرة عدد البائعين أدت إلى سوق، كثرة عدد البائعين والمشترين جعلت الأسعار تلقائية، إنما ليست أسعار صانعها نفس المنتج، إنما سعر ليش تلقائية؟ لكثرة المنتجات اللي موجودة. بينما لما أجي أتكلم لكم عن سوق الاحتكار، لا، أنا أصنع السعر. لماذا؟ لأن ما في أحد ينتج نفس منتجاتي الحالية. نجي نتكلم عن المنتج الذي يقوم بالاستحواذ اللي هو سوق الاحتكار. يمتاز بشروط عدة، أولها أن يكون منتج واحد فقط للسلع. هذا المنتج يبيع سلعة ليس لها مثيل. عدم إمكانية دخول منتجين آخرين لصناعة الأسواق. وأخيرا عندنا اللي هو يصبح هذا المنتج أو هذا الشخص الذي يقوم بالبيع هو المحتكر والصانع للأسعار. فهذا هو المقصود بأسواق الاحتكار لدينا. نجي نتكلم الآن عن سوق المنافسة الاحتكارية. تمتاز بثلاث مزايا: وجود عدد كبير من المنتجين والبائعين، عدم تجانس السلع. لاحظوا هنا يبدأ الفرق بين سوق المنافسة الاحتكارية وبين ما يسمى بسوق المنافسة التامة. عدم وجود تجانس السلع، أو عدم وجود تجانس بين السلع. وآخر ميزة هي حرية الدخول والخروج من السوق. رابعا، آخر نوع من أنواع الأسواق، سوق الاحتكارية القلة، بمعنى عدد قليل محدود من المنتجين بيع سلعة أو خدمة متماثلة أو متنوعة، وكذلك يؤدي بقرارات وسياسات للإنتاجية،
والتسويق السعري تأثيره مباشر في باقي المنتجين. نجي نتكلم عن وظائف السوق. وظائف السوق له وظيفتين أساسيتين: تحديد أسعار السلع والخدمات، وتخصيص الموارد الاقتصادية بين الخدمات المختلفة. الوظيفة الأولى، لما أجي أقول تحديد أسعار السلع والخدمات، يعني بمعنى ذلك بما يتعلق بأسعار السلع والخدمات المعروضة موجودة عندنا في السوق. بينما تخصيص الموارد الاقتصادية المستخدمة معناها زيادة الطلب، بينما يتوجب علينا زيادة الموارد الاقتصادية التي تؤدي إلى تكوين رأس المال وتؤدي إلى تكوين هذه المنتجات لدينا. ما زال الصوت يا بنات عندكم في مشكلة؟ أعيد شرح الجزئيات، لكن هل الصوت ما زال غير واضح بالنسبة لكم؟ ممتاز. طيب حنراجع لهذه الأجزاء اللي شرحتها. كثير بنات ما يسمعون، ليش ما يسمعون كثير؟ ليش؟ طيب عموما هي في كل الأحوال لا يشغلون بالهم، المحاضرة حتكون مسجلة، يعني بإمكانهم إذا تعدل إن شاء الله وضع الموقع بإمكانهم يرجعون ويسمعونها بأي وقت آخر. هذه وظائف السوق. طبعا في أحد منكم سألني ما المقصود بوظائف السوق. وظائف السوق هي تحديد أسعار السلع والخدمات، وكذلك تخصيص الموارد التي نقوم بعملية استخدامها. المقصود بتحديد السلع والخدمات، تحديد أسعار السلع والخدمات بناء على العرض والطلب الموجود، وحنتكلم بشكل أكثر وضوحا ما المقصود بالعرض والطلب. بينما الجزء الثاني منها اللي هي تخصيص الموارد، معنى ذلك استغلال الموارد المختلفة لتكوين لدينا موارد اقتصادية واضحة ومحددة. الجزء الثاني من محاضرتنا حنتكلم يا بنات عن قوة سوق الطلب والعرض. الطلب والعرض ما المقصود بها؟ الطلب معناها احنا كمشتري نطلب منتجات معينة، بينما العرض في حال كنا بائعين فإننا نقوم بعرض منتجاتنا وخدماتنا اللي معانا. يقول لك بأن القوة الطلب تتمثل في عملية الشراء أو الاستهلاك، ويهدفون لإشباع حاجات لديهم مختلفة، بينما قوة العرض يهدفون إلى تعظيم الأرباح من خلال بيع ما لديهم من سلع وخدمات، ويقومون بعملية شراء عناصر الإنتاج ليقوموا بتكوين المنتجات وكذلك الخدمات. عندنا أيضا ما يسمى بتعريف الطلب. تعريف الطلب المقصود به أو تعريف قوة الطلب، حيث يقوم المستهلك بطلب وشراء السلع والخدمات المختلفة، فلذلك يكون عندنا رغبة واستطاعة تعتبران من محددات الطلب، رغبتي بالشيء وكذلك استطاعتي لشرائه. فهنالك ما يسمى لدينا بعلاقة، نوعها علاقة بين السعر والكمية المطلوبة، علاقة عكسية. لذلك دائما تكون عندنا المنحنى، رسمة المنحنى بالنسبة للطلب مع الكمية المطلوبة، زي ما هو موجود عندكم في صفحة 18 من الملزمة، هنالك ترسم بهذه الطريقة، عندنا السعر والكمية وبناء عليها يرسم المنحنى بهالطريقة. هرسم لكم بالبورد عشان يكون أوضح. عادة لما تكون عندنا المنحنى بهذا الطلب، هنا عندنا السعر price بالإنجليزي بحرف ال P، وكما أن هنالك لدينا الكمية اللي هي Q بالإنجليزي، ما عليكم عاد أنتم، لكن أهم شيء تعرفون أن هذا السعر وهذه حتكون عندي الكمية. فعندنا المنحنى عادة يرسم بهذه الطريقة. السبب الرئيسي بالرسم بهذه الطريقة أن السعر
له علاقة عكسية مع الطلب. المقصود بذلك هو كالتالي: لما تزيد عندنا الأسعار من الطبيعي أن طلبي على الشيء يقل، صح؟ ولما تقل الأسعار من الطبيعي أن طلبي على الشيء يزيد. والله بدل ما عندنا علبة الجبنة تنباع ب 24 صارت تنباع ب 12، فمن الطبيعي حتستهلك أجبان أكثر. لكن والله بدل ما هي تنباع ب 24 صارت تنباع ب 60، من الطبيعي أن يتوجه أي منتج آخر بأسعار أقل. فلذلك العلاقة عكسية وليست طردية. عكسية بمعنى عكسها تماما. منحنى الطلب عندنا زي ما احنا وضحنا اللي هي العلاقة تكون عندنا عكسية وبمثل ما رسمناها كالتالي رسمة اللي موجودة أمامكم. نجي الآن نتكلم عن محددات الطلب. محددات الطلب عندنا أكثر من محدد، بمعنى الأشياء التي تؤثر على الطلب. من الأشياء التي تؤثر على الطلب ذوق المستهلك، وهذا طبيعي. أصبح الناس يفضلون أشياء عن أشياء وهكذا، فهذه صارت تؤثر عندنا على الأشياء المطلوبة في السوق. عدد المشترين، مو أجي منتجات وأحطها في السوق بكميات مهولة والشعب عدده مثلا قليل، أو عدد المستهلكين لهذا المنتج قليل، فمو منطق أني أبدأ بوضعهم بكميات أكبر. توقعات المستهلكين بمعنى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. أنا لما أعرف أن مثلا الجهاز هذا اللي معاي الكمبيوتر حيرتفع بعد شهرين، من الطبيعي أني أبدأ أشتري من الآن، صح؟ أو يقولوا لك والله سعر هذا المنتج حينخفض بعد شهرين، من الطبيعي توقفين شراء الآن وبعد شهرين تبدأين بعملية شراء في حال انخفض سعره. أسعار السلع الأخرى، أسعار السلع الأخرى لها دور. زي ما قلت لك، أنا مثلا قاعدة أشرب لبن يوميا ويعجبني هذا المنتج، لاحظت أن سعره مرتفع، أو لاحظت أن هنالك منتج آخر لي شركة أخرى تنتج لي ألبان بأسعار معقولة أو أرخص وبنفس الجودة، فمن الطبيعي يكون عندي تحيز، أو ممكن نسميها انحراف أو ذهاب أو توجه إلى المنتج الآخر للقيام بعملية شراء. هنالك أنواع للسلع يا بنات. هنالك سلع بديلة زي ما قلت، مثل اللبن والزبادي أنا أقدر أبدلهم بين بعض، مثل الشاي والقهوة. هنالك سلع مكملة، السلع المكملة مثل البنزين والسيارة. إذا ارتفعت عندنا أسعار البنزين، من الطبيعي أن يكون طلعاتنا ودخلاتنا بالسيارة أقل من السابق، لكن إذا انخفض من الطبيعي يكون استخدامنا للسيارات أكثر. سلع المستقلة بمعنى سلع تستهلك مرة واحدة ولا ترتبط إنتاجها بأي سلعة أخرى، مثل التفاح، مثل الملابس وغيرها. دخل المستهلك أيضا له دور. في حال كان أنا دخلي عالي جدا أو جيد، فمن الطبيعي أني أقوم بعملية استخدام السلع العادية. السلع العادية السلع اللي تكلفني مبالغ توازن دخلي. لكن في حال العكس نفترض، بمعنى السلع الرديئة اللي هي السلع اللي أنا توجهت لها لأن دخلي انخفض، ليس معنى ذلك أن السلعة غير جيدة، لا، إنما السلعة جيدة، ولكن المشكلة اللي إحنا نواجهها أني أنا توجهت لها لما انخفض دخلي. بدل ما أخذ كوب قهوة بمثلا 12 ريال، صرت عوضا عن ذلك أنا توجهت لشرب مثلا الشاهي اللي قيمته بريالين من بعد. ليس لأن الشاهي مثلا أقل جودة من القهوة، لأن كلهم بالنسبة لي جيدين، لكن أنا توجهت، اضطريت أني أتوجه للشاهي بسبب دخلي انخفض. فلذلك تسمى سلع رديئة، ليس مقصد أنها سيئة، إنما اقتصاديا نقول بهالطريقة لأن توجهي كان بسبب ظرف المبالغ المادية الموجودة عندي. عندكم أيضا التغيرات التي تؤدي إلى زيادة الطلب. زي ما قلنا إحنا، زيادة عدد المشترين طبيعي أن يصير طلبي في السوق أعلى، زيادة الرواتب طبيعي أن يزيد الطلب في السوق، أذواق المستهلكين صاروا الناس يتوجهون الآن إلى أذواق معينة تخلي طلب معين على أسواق، مثلا صار المستهلكين الآن أغلب حياتهم تكنولوجي، صح؟ الجوالات والكمبيوترات وغيرها، فصار عندنا سوق التكنولوجي ما يوقف، توجه الناس له فزاد عندي الطلب فيها. توقعات المستهلكين بارتفاع الأسعار، وأنا أنا قاعدة أراجع الآن كل اللي ذكرته قبل شوي بس بطريقة أكثر ترخيصا. توقعات المستهلكين بارتفاع الأسعار، بمعنى أنا لم يكن كمبيوتر هذا معجبني، قالوا لي بعد شهرين حيرتفع السعر، من الطبيعي إن عشان يرتفع السعر بعد شهرين
حشتري من الآن قبل ما يرتفع، لكن إذا قالوا لي حينخفض السعر بعد شهرين حوقف شراء إلى أن ينخفض الأسعار. زيادة أسعار السلع البديلة وكذلك انخفاض أسعار السلع المكملة. ارتفع ما ترتفع عندي الأسعار البديلة، مثلا أنا قاعدة أستهلك لبن ولاحظت أن الزبادي ارتفع سعره فحستمر على استهلاكي للبن لأن الزبادي اللي هو البديل له ارتفع سعره. أنا هستخدم السيارة وحصير أطلع بشكل أكثر وأتمشى بشكل أكثر لأن البنزين انخفض، فهذه سلعة مكملة زي ما إحنا قلنا انخفاض أسعار السلع المكملة. مثل مواد البناء والأرض أيضا، أنا حبني لي بيت، من الطبيعي إني أتشجع لبناء البيت إذا كانت السلع المكملة اللي هي المواد الخام اللي يعني من بلاط ومن إسمنت وغيرها منخفضة أسعارها، من الطبيعي يكون زيادة طلبي على البناء أكثر من السعر. أما من ناحية التغيرات التي تؤدي إلى نقصان الطلب هي نقص عدد المشترين، نقص دخل المستهلك، ميول الناس أصبحت تتوجه لأشياء أخرى، توقعات الناس بانخفاض الأسعار، أنا ما حشتري الآن حشتري بعدين، انخفاض السلع البديلة، مثلا أنا أستهلك زي ما قلنا إحنا اللبن حتوجه إلى الزبادي لأن الزبادي صار أقل سعرا، وارتفاع أسعار السلع المكملة. هذه بخصوص يا بنات اللي هي الشرحي للجزئية اللي مفترض انها اشرحها اليوم. طيب نجي نراجع بس عشان نختم محاضرتنا اليوم اللي هو كالتالي. تكلمت اليوم عن ما المقصود بتكلفة الفرصة البديلة، تكلمنا عن المنحنيات في تكلفة الفرصة البديلة. في تكلفة الفرصة البديلة هي معناها مدى خسارتي للفائدة في حال تركت الاختيار هذا وتوجهت للاختيار الآخر. عادة في تكلفة الفرصة البديلة يكون عندنا يا بنات المنحنى بهذا الشكل، حرسناه بشكل مصغر هنا بهذا الشكل نوعا ما محدد. معنى ذلك استهلاكي للسلعة A حيكون منخفض مقارنة باستهلاكي للسلعة B عشان تكلفة تكلفة الفرصة البديلة. ففي المنحنى اللي بالكتاب حاط لك نقطة هنا داخل المنحنى هي نقطة G، هذه النقطة تبين لي إني أنا ما استغليت كل الموارد الموجودة في السوق أو في المجتمع. بينما نقطة ذكرها لنا خارجية اللي هي موجودة عندنا في الملزمة اللي هي نقطة F خارج المنحنى اللي هنا موجودة نقطة F، فهذا يبين لي ان احنا قاعدين نحاول ننتج شيء جدا عالي، ما احنا قادرين نوصل لمستواه، الموارد لم تتوفر لدينا للقيام بعملية انتاجه. بينما النقاط اللي موجودة على نفس المنحنى تكون عادة نقاط تبين استهلاكنا للموارد استهلاك أمثل، كل ما كان المنحنى يتوجه إلى مثلا الأسفل معناها أن صناعة السلع أعلى، وكل ما كانت عندنا يتوجه إلى الأعلى حيكون صناعة الزراعة لها الأولوية. ذكرت أيضا يا بنات اللي هو المقصود بالاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. الاقتصاد الجزئي يركز على وحدة، على منتج، على مستهلك، بينما الاقتصاد الكلي يركز على شيء أكبر، يركز على دولة، على إقليم، على مجتمع كامل. نقوم بدراسة إقليم كامل، مجتمع كامل، بينما الاقتصاد الجزئي أقوم بدراسة سلوك مستهلك واحد أو غيرها من الأمور. نجي نتعرف أيضا على ما المقصود بالسوق، هو المكان الذي تلتقي فيه قرارات البيع والشراء وتقوم بعملية تحديد الأسعار. هنالك أشكال للسوق، هنالك السوق المنافسة التامة، ذكرنا أن لها مزايا، كثرة عدد البائعين والمشترين، تجانس السلع، حرية الدخول والخروج، والعلم التام بأحوال السوق. تحدثت أيضا عن سوق الاحتكار وذكرنا أن له مزايا، يكون هنالك منتج واحد، يكون هذا المنتج للبيع بسلعة ليس لها مثيل، أن يقوم هذا المنتج ببيع سلعة ليس لها مثيل،
إمكانية إنتاج ودخول، إمكانية دخول منتجين للصناعة. سوق المنافسة الاحتكارية، ذكرت بأن وجود عدد كبير من المنتجين البائعين، عدد تجانس السلعة، عدم تجانس السلعة وحرية الدخول والخروج. سوق احتكار القلة، عدد محدود من المنتجين يقوم ببيع سلعة أو خدمة متماثلة. وظائف السوق، ذكرنا أن لها وظيفتين، أولاً تحديد أسعار السلع، ثانياً تخصيص الموارد الاقتصادية بين خدماتها، وشرحتها بشكل مفصل. آخر جزء حنتكلم عنه في محاضرتنا اللي هو الطلب والعرض، قوة الطلب وقوة العرض، لكن حتكلم لكم في البداية بقوة الطلب، معناها البضائع الموجودة عندنا في السوق ومدى احنا طلبنا لهذه المنتجات المتواجدة في السوق المحلي أو غيرها. عندك قوة الطلب تمتاز بأنهم يهدفون إلى تعظيم إشباع ما لديهم بالشراء ويعرضون ما يملكون من عناصر الإنتاج، بينما قوة العرض العكس، يهدفون إلى تعظيم الأرباح من البيع ويطلبون شراء عناصر الإنتاج ليقومون بصناعة منتجاتهم. يعرف جدول الطلب بأنه يقوم المستهلك بشراء السلع والخدمات المختلفة لإشباع حاجات ورغبات لديه. تمتاز بأن هنالك علاقة عكسية ما بين الطلب والسعر. نكرر مرة ثانية، هنالك علاقة عكسية ما بين الطلب والسعر. المنحنيات بينت لي العلاقة العكسية زي ما أنا رسمت لكم، تكون بهذا الشكل المنحنى عادة. وكل ما كان هنالك علاقة، كل ما كان انخفاض بالسعر كل ما زاد الطلب عليه، وكل ما ارتفعت الأسعار كل ما قلت استهلاكنا له. الطلب يختلف سواء يزيد أو ينخفض بناء على عدة عوامل: أذواق الناس، عدد المشترين، توقعات المستهلكين، أسعار السلع الأخرى، السلع الأخرى مثل سلع بديلة، سلع مكملة، وإضافة إلى ذلك السلع المستقلة والسلع الرديئة. دخل المستهلك أيضا يبين لي أهمية في السلع العادية والرديئة، وبعد كذا يكون عندنا ملخص لها في صفحة 22 للتغيرات التي تؤدي إلى زيادة الطلب أو نقصانه. أي سؤال يا بنات؟ اطرحوا أسئلتكم. شوفوا الكتاب يا بنات، ركزوا معي، الكتاب موجود عندكم في نفس الموقع. لو ترجعين انت على فوق حتقدرين تحصلين الكتاب موجود. اتوقع هو مكتوب اسمه مادة مبادئ الاقتصاد والإدارة، تحملينها ملزمة من نفس الموقع، فلا انت تضطرين تشترينها ولا اي مكتبة تجي تقول لك احنا حنبيعها، انت لنفسك حمليها على جهازك الكمبيوتر واطبعيها، او حمليها وخليها على جهازك وابدأي تابعي معي إذا جيت أشرح أنا. لا، موجود كل اللي شرحته موجود من نفس الملزمة يا بنات. نعم، شرحت اليوم من صفحة 11 إلى صفحة 22، يعني 10 صفحات شرحتها اليوم. شوفوا تتواصلون، واحدة تسألني تقول كيف نتواصل مع بعض، في عندكم منتدى. المنتدى عادة أنا أفتح عناوين أقول فرضا يا بنات اللي مين يبغى يسأل ممكن يطرح لي أسئلة بخصوص المادة. إذا أنتم حابين ممكن تفتحون عنوان لكم جديد وتتواصلون فيه، يعني عنوان واحد الكل يتواصل فيه، لا تفتحوا لي أكثر من عنوان، عنوان واحد مثلا وكل واحد يحط رقمه، أو واحدة تتبرع تاخذ أرقام البنات، عاد شي اللي يعجبكم راحتكم. ما هو المنحنى؟ طيب المنحنى كالتالي يا بنات، المنحنيات هي عندنا بهذا الشكل، شفتي اللي أنا رسمته الآن؟ هذا المنحنى، هذه إحداثيات عادة توضع عليها مسمى، وهذه إحداثيات توضع عليها أيضا مسمى آخر. فممكن بعض الأحيان نحط هنا السعر، عذرا خط مو واضح، وهنا نحط المنتج، مين حنحطها؟ مين؟ فبناء عليها أنا قاعدة أتحكم،
يدري ما أن العلاقة فردية، علاقة عكسية، يعني كل ما زاد السعر يعني كل ما ارتفع. شوفي كيف يمشي عندي القلم بهذه الطريقة، هغير لك اللون ثواني. كل ما ارتفع عندي السعر بهذه الطريقة، لاحظ ارتفاع السعر، كل ما كان عندنا الكمية الطلب على السوق منخفض، فطبيعي ان المنحنى يكون بهذا الاتجاه. كل ما كان ارتفاع بالسعر كل ما قل الطلب في السوق المحلي. نعم، في فرق بين الاقتصاد الجزئي والكلي. الجزئي يركز على مستهلك واحد، بينما الكلي يركز على اقليم، دولة، مجتمع بكبرى، يحاول يحلل سلوكهم. بينما الجزئي لا، إنما يقوم بالتركيز على شيء واحد. أي أسئلة أخرى يا بنات؟ الجزئي يقوم الاقتصاد الجزئي يقوم بعملية تحليل سلوك فرد أو وحدة أو يعني شيء محدد، بينما الاقتصاد الكلي يقوم بعملية تحليل سلوك أفراد، مجموعة منهم أو مجتمع أو دولة أو أقليم أو غيرها من الأمور. نعم، هذه الفروق فيما بينها. في أي سؤال ثاني يا بنات؟ الملزمة كاملة معاكم، الملزمة كاملة معاكم. إذا صعب عليه البعض إنه يفتح مثلا الموقع وغيرها، ترى أصلا المحاضرة تكون مسجلة، بإمكانك بعدها بيوم تلقين المحاضرة مسجلة وترجعين تسمعينها من جديد. نعم. المصطلحات الإنجليزية حنزل لكم قائمة بالمصطلحات المطلوبة إن شاء الله في المنتدى. نعم، كل شيء معاكم، كل حاجة بالملزمة معاكم ما عدا المصطلحات، حنزل لكم قائمة بالمصطلحات المطلوبة حتكون في منتدى المناقشات. والله يفضل البعض يسأل يقول عادي ما أسمع بنفس اليوم، يفضل بنفس اليوم وانت براحتك، هذا الشيء قرار راجع لكم يا بنات. في أي أسئلة يا بنات متعلقة بمحاضرتنا اليوم؟ إذا ما في أي أسئلة يا بنات خلاص. إذا أكرر اعتذاري على الخطأ اللي حصل اليوم أو التكنولوجي اللي حصل، لكن يبدو أن الجميع، لأن مفترض عددكم جدا 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 كبير لكن اللي حضر اليوم عدد بسيط جدا مقارنة بالأعداد اللي أنا أعرفها.
عموما إن شاء الله خير. البنات اللي ما قدروا يدخلون نعلق معاهم أو حصل أي حاجة ممكن يسمعون المحاضرة مسجلة. إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم تكون الأوضاع أفضل. يعطيكم العافية وشكرا على حضوركم اليوم. راجعوا الملزمة من صفحة 1 إلى صفحة 22. إذا عندكم أي أسئلة ممكن تطرحونها لي بالمنتدى. ألقاكم لاحقا إن شاء الله. تصبحون على خير.